السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. بالنسبة للناس اللي اول مرة كتشوفني، ما تنساوش تابونا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، وشكرا لكم كاملين. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، هي عبارة على وصفة ضد تساقط الشعر. كلنا كنعانيو من تساقط الشعر. اليوم جبت لكم واحد الوصفة اللي دغيا كتبان النتيجة ديالها، واللي هو الزنجبيل. الزنجبيل سكنجبير، كنعرفوا الفوائد ديالو، واصلا كنستعملوه بشكل يومي، وهو كيحفز الدورة الدموية، ولذا هو كيعاوننا باش ما يبقاش الشعر يتساقط. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو زنجبيل محكوك والزيت البلدية. بلا ما نقول لكم فوائد ديال زيت الزيتون، راها عديدة ولا تعد ولا تحصى. ندوزو نوريكم طريقة التحضير. كناخدو سكنجبير اللي هو زنجبيل، وكنقشروه وكنحكوه في الحكاكة. الحكاكة اللي كنحكو فيها حتى كيولي في الحكاكة الرقيقة البنات. وكناخدو معلقة منه، معلقة كبيرة. وكناخدو معلقة ديال الزيت البلدية، وكنخلطوهم مزيان حتى كينسجمو مزيان. وكنشدوهم البنات، وكنشدو الشعر ديالنا ماشي في الشعر، في الفروة، يعني في الجلدة ديال الراس. وكنحاولو ندخلو ديك الخليط كله في الجلدة ديال الشعر ديال الراس ديالنا كلها، وكنبقاو بحال اللي كنديرو مساج بشكل دائري، فهمتوني البنات. وكنخليوها كنحاولو اننا ندخلو ديك العناصر كلها في الشعر ديالنا، في الفروة ديال الشعر ديالنا مزيان، حتى كنحسو بها دخلت. وكننجمعو شعرنا وكنخليوها لمدة نص ساعة، عاد كنغسلو البنات شعرنا. وهاد الوصفة هادي كتندار جوج مرات في السيمانة في الأسبوع. بالنسبة للبنات، راه غادي تحسو براسكم بحال اللي كيسخن، كيولي سخون، وراه هاديك ملي كتحسو بيه راه سخن، راه عرفو بأن راه ديك الفروة ديال الراس ديالنا راه كتمص ديك الفوائد ديال سكنجبير والزيت البلدية. نتمنى تعجبكم الوصفة ديال اليوم، وبسلام عليكم البنات مع وصفة جديدة إن شاء الله. وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، وشكرا لكم بزاف، وشكرا للناس الجداد اللي تضافوا على القناة. يلا البنات، تهلاو في راسكم مع فيديو جاي إن شاء الله.